إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما قبل، فلقد رأيت مذيعا تلفزيونيا استضاف لواء دكتور مدير الأكاديمية، أكاديمية ناصر العسكرية، وقال له: قل لي يا دكتور، حرص الأمريكان على أن يسلحوا إسرائيل بأحدث أنواع الأسلحة وجعلوها مميزة على سائر الدول حولها من حيث التسليح، فأصبحت أقوى دولة في المنطقة من حيث التسليح بمساعدة الأمريكان. أما حماس فأسلحتها غالبا محلية مصنعة في غزة، وقليل منها جاء من الخارج. فكيف يحدث الانتصار في 7 أكتوبر من الفئة القليلة اللي عددهم 30,000 على الفئة الكثيرة اللي وصل عددها 300,000؟ دي بأقوى الأسلحة ودي بأسلحة بدائية، كيف حدث هذا الانتصار؟ قل لي ما السر وراء ذلك. قال له: في حسابات القوة في قوة مادية بيحصر عدد الدبابات وعدد الطائرات وعدد الغواصات وعدد المدافع، وبتكون دولة أقوى من دولة من حيث التسليح المادي والعدد والعتاد، ولكنه هناك عنصر غائب لا يدخل تحت الحصر ولا العد ولا يمكن توصيفه بعدد. قال له: إيه هو؟ قال له: العامل المعنوي، مش محسوب بالمرة. هذا العامل المعنوي بيغير النتائج، بيجعل اللي اعتاده ضعيف وقليل يتغلب وينتصر على اللي اعتاده كثير. العامل المعنوي، هذا هو موضوعنا في هذه الخطبة. ثم أما بعد، من أهم العوامل في الانتصار العامل المعنوي. عدم وجود العامل المعنوي يجيب هزيمة، وأمثلة ذلك في الجيش الإسرائيلي. فاليهودي بطبعه جبان وبيحب الحياة وبيكره الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وسيدنا خالد بن الوليد كان يقول للأعداء الكفار: جئتكم بجيش يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة فكتبت لهم الحياة. خالد بن الوليد، يقول المؤرخون، حضر أكثر من 100 معركة بين غزوة وسرية ومات على فراشه. يبقى لا الحرب سبب الموت ولا الفرار منها سبب الحياة، وهذا ما يعتقده المسلم فترتفع معنوياته. طب الجبان اللي هو
يحب الحياة ويهرب من الموت ومعنوياته بتغرب من الصفر. كانت نتيجته إيه؟ كانت نتيجته إن قائد فرقة من الإسرائيليين فر من غزة ومعاه الجنود بتاعته وراح يتحاكم فرارا من الزحف جبه. تاني حاجة إن هؤلاء الجنود يصرفون لهم بامبرز، عشان بقول له لو ركبت الدبابة ما تنزلش منها هتلاقي قناص يقتنصك. فالقناص لم يقتنص على الأرض، اقتنص الدبابة من مسافة صفر. وبعدين قال لهم أنا جبت لكم أفخر أنواع البامبرز وكل المقاسات، وكل واحد يستلم وحدته من البامبرز ومعاها إزازة معطر عشان ما يطلعش خارج الدبابة. لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر. هذا حدث في الحصون يوم خيبر، وحدث كمان مثله في خط بارليف سنة 93. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وفي الحرب الحديثة يا إما متحصن بطيارة يا إما متحصن داخل دبابة، لكن على الأرض خد الجنود ومشي. 2000 جندي بيتعالجوا من الأمراض النفسية، من هول الصدمة جات لهم أمراض نفسية. يبقى فرار من الزحف، أمراض نفسية، توزيع بامبرز على الجنود. أنت شفت دولة إسلامية بتوزع على الجنود بامبرز؟ لم يحدث هذا إلا في الجيش الذي لا يقهر، حصل بس في الجيش الذي لا يقهر البامبرز. هذا من خفض الروح المعنوية وحب الحياة وكراهية الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وكان من نتيجة ارتفاع الروح المعنوية عند المسلمين أنه يقابل الدبابة ويطلق عليها من مسافة صفر، لا يعبأ بالموت، فكتبت له الحياة وكتب له النصر. العامل المعنوي من أقوى العوامل في انتصار المسلمين. من أين أتى هذا العامل المعنوي؟ أتى من العقيدة الإسلامية، أتى من اعتقاد القضاء والقدر، أتى من تدبر آيات القرآن. تدبر آيات القرآن والإيمان بالقدر جعل المسلم يعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. الأعمار موقوتة ومعلومة عند الله سبحانه وتعالى، والأرزاق مقسومة. وآمنوا بآيات من القرآن رسخت هذا المعنى في قلوبهم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فعلموا أن الآجال معلومة لا يستأخرون ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآيات رسخت هذه المعاني، فاعتبر هذا الجندي المسلم أن الإقدام والشجاعة والجرأة لا تنقص من الأعمار، والجبن والفرار والخوف لا يزيد من الأعمار. هذا في عقيدة المسلم. نضيف إلى ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن روح القدس نفس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أم حبيبة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ابنة أبي سفيان، سمعها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بتدعي: اللهم متعني بزوجي رسول الله، ومتعني بأبي أبي سفيان، ومتعني بأخي معاوية. يعني متعني بهم، يعني طول في أعمارهم. النبي سمعها قال لها إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: لقد سألت الله في آجال المضروبة وأرزاق المعلومة، هل لا سألت الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من النار وأن يعيذك من عذاب القبر؟ فالمؤمن في قرارة نفسه أن الأعمار مقسومة، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. هذا المعنى ليس موجود عند اليهود الجباء، لذلك إذا واجه أصحاب العقيدة ينهزم من أول جولة. ومن عوامل النصر أيضا قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني أتباع كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صاحب العقيدة الصحيحة إذا كان في جراح بسبب الحرب لا يهن ولا يضعف ولا يستكين بنص الآية. وكذلك الدعاء: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والغنيمة والتمكين في الأرض وحسن ثواب الآخرة، جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الدعاء فيما ذكرنا سابقا أن قتيبة بن مسلم قال لهم: فين محمد بن واسع يتفقد الجيش؟ قالوا له: في الميمنة. راح له لا رفع أصبعه إلى السماء يدعو الله، فقال: إن هذه الأصبع أفضل عندي من ألف فارس، لأنها بتستجلب النصر. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكنت حدثتكم أن نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي قالوا له: عايزين نخفف النفقات علشان الجيش، تخففها عن مين؟ قال له: عن المدارس الشرعية وحفظة القرآن والفقراء والمساكين. قال لهم: لا، أنا محتاج لدعوة هؤلاء الناس، إن سهام النهار تخطئ وتصيب، أما سهام الليل فهي تصيب ولا تخطئ. تصيب ولا تخطئ عند مين؟ عند من كان بينه عمار فيما بينه وبين الله. أما الذين خربوا فيما بينهم وبين الله فلا ينتظر من الله تأييد. من عوامل النصر عدم اتخاذ الكفار أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لا تطلب ولاية ولا نصرة من عند كافر، لأن في الآية الثانية قال: لا يألونكم خبالة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم من الكفار، لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في إخبالكم، يعني ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تستشير الكافر يغرقك، بيقول لك في 67 جالهم إخبارية من تل أبيب من راجل بيعمل معاه،
ان ساعة الصفر كذا وفي يوم كذا، ما عملوش بيها ولا احتاطوا. ليه؟ قال لك اصل استشاروا الروس، الروس قال لهم ما تحاربوش. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ربنا بيقول لكم الله مولاكم فلما تتخذون الكافرين أولياء. اتخذنا الأمريكان أولياء فقلبوا لنا ظهر المجن، يعني انقلبت صداقتهم عداوة وعادوا للعرب وللمسلمين محاربين مع إسرائيل بجنودهم وأسلحتهم. طيب غضبت علينا أمريكا، نروح فين؟ العقل العربي يقول لا، نروح المعسكر التاني، نروح المعسكر اللي فيه الصين واللي فيه روسيا. خزلتهم الأمريكان ولم تنفعهم الصين، يروحوا فين؟ يروحوا ربنا بقى يقول يا رب. هيروحوا ربنا يقولوا يا رب بعد ما خربوا العلاقة معاه. العقل العربي خرب العلاقة فيما بينه وبين الله، فلم يعد يثق بتأييد الله له. يروح فين؟ في مصدر رابع. الله أقرب تشبيه للعقل العربي قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فإما تصطلح مع الله أو تهوي بك الريح في مكان صحيح، لا نفعك شرق ولا نفعك غرب، خزلك الغرب ولم ينفعك الشرق. وربنا بيقول بل الله مولاكم. يا جماعة أنا مولاكم، أنا ربكم اللي خلقتكم وقادر أنصركم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. معنى تنصروا الله تنصروا دينه، فإذا خزلتم الدين خزلكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك النصر ويملك الخزلان، ولا يملك ذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ الغرب ولا الشرق؟ لا أحد ينصركم من بعده إذا كنتم مؤمنين بالقرآن. أقول قولي هذا أستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من ولاية الله ونصرته لعباده قال إيه؟ قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. عندنا سلاح ما حدش يقدر يمسكه بإيده ولا يعد عدد. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يكفي بهذا تأييد ونصر للمؤمنين. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني بقدر طاعتكم لله وبقدر شركهم بالله سيكون الرعب سلاح في أيديكم من الله لهؤلاء الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصهرت بالرعب مسيرة شهر، بينه وبين أعداء شهر، يجي لهم الخبر أن محمد وأصحابه جاي لكم يركبهم الغم والرعب. نصهرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث للناس عامة صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى جعل غزوة أحد المذكورة في سورة آل عمران نموذج للهزيمة، وأعطانا أسباب الهزيمة لكي نتقيها ونتلافاها درس. وفي سورة الأنفال
غزوة بدر نموذج الانتصار مع الطاعة لله ورسوله وتأييد الملائكة لهم. فأنت هتلاقي في سورة الأنفال أسباب النصر، وهتلاقي في سورة آل عمران في الكلام عن غزوة أحد أسباب الهزيمة. فتعرف دية وتعرف دية، تعرف دي عشان تتقيها وتعرف دي عشان تأخذ بيها. ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أدي الأسباب، من بعد ما أراكم ما تحبون، سبتوا الجبل ونزلت تلموا الغنائم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. أما في سورة الأنفال وتسمى سورة غزوة بدر، فيها ست نداءات، كل نداء سبب من أسباب النصر. النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. من فر يوم الزحف فر إلى النار، ربنا قيدهم بآية ولم يقيدهم بحبال وجنازير، آية قال الله فر إلى النار. وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الكبائر، الكبائر سبع منها الفرار من الزحف. فالمؤمن جسور، عارف ان الرب واحد والعمر واحد والرزق واحد، فيطلب الموت تكتب له الحياة، بس الحياة بقى الحياة الكريمة، الحياة العزيزة. تاني نداء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون. سبب النصر طاعة الله ورسوله، لأن سبب الهزيمة وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة لله ورسول سبب الحياة، حياة القلوب وحياة الأرواح. النداء الرابع بيقول لهم إن هناك أسرار عسكرية من الخطأ الفاحش أن تسرب هذه الأسرار وأن تفشى هذه الأسرار، لأن إفشاءها يحدث الهزائم. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طب النداء الخامس قال: إن تتقوا الله، أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. تقوى الله، قال عمر بن الخطاب: يا سعد أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. النداء السادس وهو يحمل عدة أوامر وعدة توجيهات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثبات مع ذكر الله، ذكر الله الطاعة الوحيدة التي تفعل في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي جميع الأحوال حتى أثناء القتال تذكر الله سبحانه وتعالى. العبادات كثيرا لها أوقات محددة ومواعيد محددة وشروط محددة، لكن ذكر الله سبحانه هي العبادة المشتركة في جميع العبادات ويفعل في جميع الأوقات حتى في وقت الحرب، وتكون سببا للنصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يؤيد من يذكره. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ونصحهم أيضا ألا يكونوا على كبر ولا بطر ولا رياء، يحذروا من هذه الأشياء، فإذا حذروا هذه الأشياء كانت سبب النصر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر جنودك في غزة، اللهم كن معهم معينا ونصيرا، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، وأنت على كل ذلك قدير يا رب العالمين. وأهزم أعداءهم من اليهود، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وجفف الدماء في عروقهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.